جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. ساعة و18 دقيقة في استديو جوهرة اف ام. يحضر بحثنا الإعلامي الصحفي رجل الأعمال، كان تحبه المخضرم من نسميه الطاهر بن حسين. سي طاهر مرحبا. نقول لك معاش قولي إعلامي، لأنه مثل ما تسمي واحد يركب على البسكليت تسميه بسيكلي. أنا مش إعلامي، أنا منظم سياسي استعمل الإعلام في فترة من الفترات فقط. دونك ما تنجمش تاخذ صفة الإعلامي. لا، وقت اللي عندك قناة، وقت اللي تخرج، وقت اللي تقدم برامج، وقت اللي تسأل، وقت اللي تعمل بحوارات وانترفيوات. هذيك مثلا كل رجل سياسي مناورة سياسية. لا، كل رجل سياسي يكتب مقالات في الجرائد، يعمل جرائد، يعمل إذاعات، يعمل كذا، لكن أداة عمل ماهيش مهنة. أنا الإعلام بتاعي، الإنسان إعلامي يقدر يعيش من الإعلام، أنا نعيش في الإعلام بتاعي. ما أنا المناضل السياسي. نضلت برشا الحقيقة، واليوم وصلنا إلى مرحلة نجم نوصفها بالتاريخية، خاصة بعد المسودة الأولى لتشكيلة الحكومة الحبيب الصيد. اليوم نلقاو روحنا قدام تشكيلة جديدة، التشكيلة اللي خرجت من أجلها العديد من الأطراف طالبت أنه النهضة ما تكونش فيها، ولكن لقينا روحنا قدام حقيبة وزارية لحركة النهضة مع كتابة دولة. قبل ما ناخذ تعليقك، نحب نسمعك منير، كان سمعني الإكسري هذي، وما تحسش انه النهضة هذه تنجم تغنيها النهضة تغنيها للنداء؟ ترى سمعنا. معناتها هذه النهضة تغني للنداء، قالت لها شبكنا الحكومة وبقينا حبايب، نسبنا الحكومة وبقينا قرايب. لا، تشكيلة الحكومة يعني مخيب الأمل، مش بمعنى أنه كان مفروض أن تعزل حركة النهضة مبدئيا من الحكومة. لا، لأنه أول شيء حركة نداء تونس قامت على مقاومة مشروع حركة النهضة كمشروع، مش كأشخاص كمشروع حزب. والناس انتخبوا حركة نداء تونس على هذا الأساس، والناس اللي نادوا بعدم تشريك حركة النهضة في الحكومة مش عداء في النهضة، أو أن الناس هذولا ما همش معنا، الناس هذولا هم نفس الأشخاص اللي كانوا يقولوا أنه حركة نداء تونس أخطر من السلفيين، أخطر من أنصار الشريعة. معناها براتيك ما أقتلوه وقت اللي كان الناس هذولا زعيمهم كان يقول ان الامن مش مضمون والجيش مش مضمون. الناس هذولا رئيسهم كتب والتو موجوده، وعمره ما قال كاديك ومعناها تجاوزها التاريخ، كتب معنا في اخر كتاب نتاعه يقول لا يقبل الاسلام ان تشتغل المراه وصفوف الرجال عاطلين. هذا كتب الرجل هذا. ممكن تقول الحركه هذه اي جات نهار قالت اراجع مواقفي اللي كتبه الشيخ راشد في كتابه المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، أذاك راه تجاوز التاريخ، هذا موقفنا اليوم. كان جاء وقال وراي غلطنا، كيف حبينا نسيطروا على الجيش والأمن راه غلطنا، وراي كانت سياسة خاطئة، وكيف قلنا أنه حركة نداء تونس راه أخطر من أنصار الشريعة راه غلطنا ومراجعاتنا كذا. وقتها تنجم تقول الناس هذول تبدلوا، لكن مش انت ما تحسهمش يتبدلوا ستار اليوم، تربيوا من برشا دروس. اذا ما حشتهمش يتبدلوا، ولهذا انت وقت اللي تدمجهم في حكومه قامت ضدهم، معناها ما تحترمش مستقبل البلاد. معناها باش تطبع مع هذا هم يعني جاوا لتطبيق سياسه اخوان المسلمين، طبقوها وحاولوا يطبقوها، ولحسن الحظ المجتمع التونسي كان معناها قوي وهو اللي رفضهم. إذا أنت اليوم تجيب من الحكومة وكأن شيئا لم يكن، معناها أنت تطبع مع سياسة الأخوان، هذول الناس نهارة اللي يحسوا شوية تقاووا مش يرجعوا لك كل حد، وأنت تكون ساعدتهم لأن دخلتهم للزريبة. إن دخلت ولا بالنسبة للمواطنين يقول لك يا أخوي احنا شو المشكلة عاملينها؟ تيجوا يحكموا بعض.
كيفاش تقول لي مشروع كذا ومشروع كذا؟ هم يحكموا بعضهم. ها باش نرجع لك لحكايه يحكموا مع بعضهم وحكايه الوعود، وخاصه السلوغون الكبير نتاع الحمله الانتخابيه، اذا كان ما تصوتش للنداء بمعنى انك تصوت للنهضه، هذا كله راجعين له. لكن خلينا نرجع بالتاريخ الساعه يا اخي. مش الطاهر بن حسين اللي كان يستقبل فيهم في القناه نتاعو وقت اللي كانوا ممنوعين من طرف بن علي؟ مش الطاهر بن حسين اللي كان يعطيهم لونتين وكان يطلعهم على اساس انهم الضحايا والمظلومين؟ شبي دار عليهم؟ لا دورتش عليهم، هذاك واجبي. لانه سي زهير الحريه لا تجزأ، ما تنجمش تقول انا من انادي بالحريه واعمل من اجل الحريه وبعد تقول هذا طرف سياسي اقصيه. لا، وانا لحد اليوم اقولها، نقولها انه انت اذا تحب تتغلب على التيار الاخواني موش بالحديد والنار، لانه هذه السياسة فاشله فقط بفكره ضد فكره ومظاهره ضد مظاهره وبكتاب ضد كتاب مناظره. هذاك هو هذاك هو اللي ينجح يعني على المدى البعيد للمستقبل. ولهذا يجب ان تخلي كل التيارات تعبر عن رايها وانت تحاججها والشعب يحكم. هذا من هذا واجب ان تفتح لهم القنوات الكل. كما اليوم مثلا انا اليوم ندافع، لقيت روحي ندافع على وجود قناة الزيتون. هنا راجعين لموضوع قناة الزيتونة ودفاعك المستميت عن قناة الزيتونة. والقنوات اللي ممكن يتم إغلاقها بالقانون حسب لايكا على أساس أنها ما عندهاش التراخيص القانونية باش تبث، مسألة التراخيص وأنك باش تعمل قناة من غير رخصة وقت اللي بعت رخصة القناة متاعك، كذا كله راجع له. خنبقى على الأكتواليتي اللي هي تشكيلة الحكومة. بالنسبة ليك توقعاتك الحكومة هذه، نطرح عليك نفس السؤال المطروح على السونداج متاعنا www.jawharafm.net وقت اللي سألنا الناس التشكيلة هذه جديدة ولا المسودة الثانية خلينا نقوله، هل تتوقعون أن تنال حكومة الصيد ثقة مجلس نواب الشعب؟ نعم لا. سوف تحظى بالثقة بالتأكيد. ثقة كبيرة صغيرة؟ يعني اشتر تقريبا أو اشتر متاع النداء بالصوت لها، كل النهضة بالصوت لها طالع على 150 بمعنى توصل 150 بدون مشكلة متعدية. تقول لي أنت هل تحظى بالثقة؟ نعم سوف تحظى بالثقة. لكن هل سوف تنجح؟ أقول لك لا، سوف تفشل فشلا ذريعا. وقتاش؟ بعد قديش؟ بعد ماكسيموم عام. ماكسيموم عام. علاش؟ شنو هو سبب الفشل اللي تنجم تطيح فيه الحكومة هذه؟ شنو اللي نجم يفشل حكومة كما هكا؟ لأنه مش حكومة مبنية على مشروع اقتصادي واجتماعي وسياسي. حكومة مبنية على توازنات خليني نبقى، معناها نحب نضمن بقائي مهما كانت الشروط، وهذا خطأ في السياسة. خطأ. شكون اللي يقول خليني نبقى مهما كان؟ نداء تو في الوقت الحاضر، نداء ويقول لك خليني ومهما كان، جيب حتى الشيطان معايا ما يسالش، المهم انا نحكم. انا نحكم اي. لكن ايش باش تعمل؟ كيفاش باش تحكم وانت ديجا فسدت اول فكره تبنى عليها النداء انه مشروع ضد مشروع؟ اليوم حبيت توري الراي العام اللي ما عندكش مشروع، نكذبت عليهم انه انت حالما اخذت اغلبيه نسبيه جبتهم معك، دونك وين مشروعك انت؟ هذا موقف نداء تونس ولا موقف رئيس النداء السابق الرئيس الحالي للجمهورية الباجي قائد السبسي؟ سمعني تو، أنا نهار السبت زملائي مشاو حضروا في المكتب التنفيذي نتاع نداء تونس. أنت ما زلت من النداء ولا ما عدتش؟ طبعا ما زلت في النداء، لكن استقلت من مكتب التنفيذي. مكتب تنفيذي ولكن ما زلت تتبع حركة نداء؟ أي طبعا. طيب. طبعا أنا من المؤسسين نتاع الحركة، مانيش عملوا تليفون قالوا اتفقنا اليوم اجتماع هايل، لانه فعلا اول مره صارت فيها ديمقراطيه حقيقيه وصوتنا وكذا. قلت له صوتت؟ قال لي صوتنا لا ضد تشريك حركه النهضه في الحكومه. قلت لهم انتم صوتوا يعطيكم الصح، اما الحكومه سوف تكون فيها حركه النهضه، لانه اللي يحكم ما عندكمش حزب عنده هيكل وعنده كذا، عندكم اللي يحكم سي البيجي. هاو بمعنى البيجي هو اللي قرر؟ بيان سور يعني مش الباجي استقال من حركة نداء تونس على أساس أنه اليوم رئيس الجميع التونسيين؟
هو قانونيا رئيس جمعية التونسيين لكن علاش الضحكة هي؟ قلت لك نكتة أنا باش تضحك ستارة لشنو؟ يعني النكتة هي كي تقول لي هيك نكتة اليوم النكتة أنه هو استقال من نداء ولا هو رئيس جمعية التونسيين؟ صباح بركة عبد العزيز مدوغز في النصف النهار أنا جاي في الثنية وقال لي راهو ماهيش بيصير الحركة النهضة في الحكومة. قلت له يا عبد العزيز استنى شوية سويعة وتشوف يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. معناتها علاش قناعاتك انه البيجي الساعة هو المصر على انه النهضة تكون في الحكم في الحكومة معه؟ يحب استقرار مهما كان الثمن. يحب هذا حاجة مش خايبة. ديمومة للحكومة. الاستقرار مش حاجة خايبة. لا مش حاجة خايبة. بالعكس لكن إذا يكون استقرار. وهذا اللي طالبه الشعب الكل. وهات نستقروا خويا اليوم. مش استقرار البلاد استقرار الحكومة. استقرار الحكومة مو استقرار لأنه يعني احتمال كبير أن الحكومة تكون مستقرة البلاد لن تستقر. علاش؟ لأنه الحكومة دي لن تلبي أي من طلبات المنتظرة من طرف الشعب. أي طلبات نجاح المليار اللي جابوهم من سندات الرقاعية باش يستعملوهم لسد عجز مدني الدولة. فماش واحد يمشي يعمل كريدي باش يأكل. هذه مشكلة كبيرة معناها. ولكن المشكلة الأكبر أنه هو فسد هاك الرمزية السياسية لهم مشروع رمزية ولادة الحركة أي ما لا لهم مشروعهم ولنا مشروع ومشروعنا قام ضد مشروعهم. مش تقول لي مثلا أنت وأنت إذا كان تغير مشروعهم مثلا لا يخلي يعلنوا عليها. فماش إنسان ما يعلنوا عليه لكن هم عمره ما يعلنوا لا على المشروع حقيقي وعلى التغيير ولا على تغييره. فناس يقولوا لي يا فلان هوك فما في ألمانيا هوك الاس بي دي والمسيحيين يودي يقول لهم راهي مش كيف هذا عندك ناس تقدمين وناس محافظين. هنا عندك حزب سياسي مدني وطائفة دينية. مش لأنه إذا قلت لك إذا هم تبدلوا معناها إن شاء الله تبدلوا. هم ملي جاونا جاو على أساس أنهم يحملون نفس أفكار مثلا أردوغان وإلا الحزب الإسلامي التركي خلينا نقوله اللي اليوم تقريبا مدني ما عادش إسلامي ولا على الأقل مبدئيا إسلامي واقعيا على أرض الواقع. أنت تعرف تركيا وتعرف شنو قاعد يصير في تركيا. هم جاو معناها هم كي جاو جاءوا على يمين أردوغان بالكثير بكثير. هم كي جاءوا على أرضية أربكان مش أردوغان اللي قام اللي ثار ضده أردوغان. بالعكس اسمه أردوغان عمره ما جاء قال تدافع الاجتماعي ومعناها فعلا فرض العنف معناها فرض العنف تدافع الاجتماعي الميليشيات اللي خلقت وقت ما هم عمره ما عملها أردوغان أنا هذه روابط حماية الثورة وغيره عمره ما عملها أردوغان. النظريات جاب بيهم الجيش مش مضمون والأمن مش مضمون عمره ما عملها أردوغان. هذه نظرية سيد قطب أحسن الترابي وغيرهم معناها هم على يمين بكثير من أردوغان. معناتها ستار خلينا نقولوا حاجات ممكن لأول مرة باش نقولها للرأي العام. أنا نعرف منك أنت شخصيا أنك جلست مع رشد الغنوشي رمضان اللي فات وبعد العمليات الإرهابية وتحورت معاه رغم أنك كنت ترفض أنك تقعد معاه. جلست معاه؟ لا عمري ما كنت نرفض نقعد معاه. أنا إلى ما نقعدت معه قبل إيه ولكن وقت اللي شدوا الحكم وعمناول وما عنديش مشكلة على عديد من في الجلسات بينك وبينه على شنو تحكيه وشنو هو في الواقع قبل كنا نحكيه بكثير وقبل كان أكثر صراحة من توا. قبل كان يقول لي إذا كان الحزب الشيوعي يأخذ السلطة في تونس بيطبق النظرية الشيوعية وإذا كان حزب إسلامي بيش يأخذ السلطة في تونس بيطبق النظرية الإسلامية مع الإخوانية. حتى مرة أنا أحكيهم بعض قلت به كان قبل يستعرف لك أنه يتبع الإخوان المسلمين مثلا؟ لا ما سألتوش فرع من فروع الإخوان. واضح الرجل في مجلس الاخوان من زمان. على علاش ينكروا ملا انتمائهم للاخوان المسلمين؟ يقول لك نحن بعيد كل البعد. ما ينكروهاش بشكل صريح
سألته أنا على لونتين معتها سألت برشا مرات أطراف منهم ديما ينكرها تقريبا معتها يقول لك هو في إطار التنظيم السري يقول لك ما عندناش علاقة تنظيمية هذا لكن هو لكن هي مش علاقة مش تنظيمية العلاقة هي مذهبية إيديولوجية مذهبية تتذكر مرة نكتة معناها مش نكتة نسهل في الشغراج قلت له إذا كان أنت معناها بتطبق الشريعة مثل ما تراها أنت معناها أنت السارق بسقوص لديه قال لي مش على 5 دينارات قلت له ما على 10 معناها أنه الأفكار دي عنده من تبقى هم ناس يتأقلموا حسب معناها توازن القوى في معناتها يعتمدوا نظرية يتمسكن حتى يتمكن اي بيان سور هما كان مش صار التغيير في مصر في جوع 2014 مستحيل كان يسلموا السلطة مستحيل بعدين عندهم الحكاية معناها عدم الوفاء بالوعود هذا معناها سيستماتيك طب بالله سمعني هذا غنوشي قال يعني قال احنا نقعدوا عام برك وصحة بس نقعدوا عام برك وفي الحملة الانتخابية الكل عام برك بعد قد 3 سنين مش مسلمين شو معنى أنا أنه حكاية الوفاء بالعهد ما عندها تقيمة وكان مش عبد الفتاح السيسي بدل الموازين في مصر ما يطلعوش منها إلى قيام عيسى شدوا صعيب أيه بيان شو طيب خلنا نمشي ونحكي شوية على الطاهر بن حسين أنطونك اليوم رجل مناضل اليوم الحقيقة بعد تشكيل الحكومة هذه نضالك ويمشي يمشي والله أعتقد أن توا أنت نضلت جدا زمن بن علي ثم نضلت أيضا في الفترة الانتقالية ضد الإخوان المسلمين أنت تسميهم اللي هي حركة النهضة والترويكا بصفة عامة والمنصف المرزوقي بصفة خاصة نعش عليش دايرة نرجع لكم بعد الحكاية هذه اليوم بعد هذا الكل بعد الانتخابات بعد يتصوتون يتصوتونهم من القور وإحنا في حكومة مشكلة من ما جميعه من أفاق من الاتحاد الوطني الحر من النهضة ومن النداء ومن مستقلين بلزوموا الطاهر بن حسين وين مش برشا مستقلين شوف كل إنسان كي ناظر مش يناظر من أجل فلان أو علان أو من أجل شخصه أو ضد عند فلان وعلان عنده قيم يؤمن بها يناظر من أجلها معناها مهما كانت الظروف اليوم احنا قبل أنا قاعد نكتب في تحليل معناها يسموه أنسي كما يقولوا عد عندي نية بنسميه من أنقاض البلاد إلى أنقاض العباد احنا الانتخابات السابقة أنقذت البلاد لكن البلاد كانت مهددة البلاد كانت مهددة كلها مهددة بيش مهددة بسيطرة من معناها من طائفة دينية مهددة بسيطرة على مستقبل البلاد وعلى هياكل الدولة على كل شيء معناها حتى على مستقبل البلاد بشكل عام معناها كانت مهددة والناس كل جندت الشكل الاجتماعي الخلافة السادسة ربما الخلافة السادسة راه مش فدلك يجي الراجل قدام آلاف العباد يقول هذه الخلافة السادسة سكر إيدي كروان مؤمن بها ماهيش مش زلت لسان أنا زلت لسان مش زلت لسان هو قال زلت لسان أنا زلت لسان تحكي بل أنا نعم زلت لسان نقول الفشير الثالثة تقول لي هذيك زلت لسان مش معقول عجبتني بشكل فلسفي اي مش معناتها انت اليوم باش تناضل قلت من اجل العباد كيف لانه شو باش تنقذ العباد من شكون تنقذ العباد من الفقر من الجهل من معناها هيك الاهانه لانه حتى في اطار حزب جديد في اطار عمل سياسي جديد ولا مش تقعد تحت لواء حركه النداء اللي هي اليوم نورمالمون سيبوزي تحكم في البلاد تحكم في البلاد لكن ما عندها حتى قدره ولا حتى توجه لحل هذه المشاكل ما عندها حتى توجه مالش عملنا وجمليح نعم مالش عملنا وجمليح ما عملنا حتى شيء وجمليح جوستومون معناتها الانتخابات ومصروفها ومليارات ربي تصرفت ودنيا والعباد تستنى وفي الاخر انقذنا البلاد لكن العباد ما انقذنا حد شيء كيفاش نجموا ننقذوا العباد؟ اول شيء حسب نظريتك تبدل التوجه الاقتصادي بشكل كامل الناس يقولوا احنا ايش نحبوا نزيدوا في نسبه النمو ما عندها حتى قيمه انت اليوم مثلا كان تجيب شركه مايكروسوفت من بين عشية وضحاها جيبها حطها في تونس كمقر الرئيسي متاعها في تونس
تولي نسبة النمو نتاع الناتج الإجمالي الوطني تقريبا تضاعف بخمسة مرات. لكن الإنسان الفقير، الإنسان البطال كذا ما يبدل فيه حتى شيء. احنا اليوم قاعدين معناها شوف، اول قرض عملوه لسد حاجيات الميزانيه. وحاجه اخرى اهم شيء بعد الثوره، انه انسان يراهن على الثروه البشريه. شكون قاعد يتحاور مع البشر باش يقول لهم انتم عندكم طاقات، كيفاش انتم تحبوا تثمروا هالطاقات؟ فماش حد يجي يتحدث مع الشباب مع العاطلين عن العمل يقول لهم انتم ثروه وعندكم قوة، إذا تعطيهم الثقة في أنفسهم تقول ما يسيري كيفاش تشوفوا أنتم مساهمتكم في 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 استثمار هذه الثروة البشرية اللي عندكم. ومن هو الأهم من ذلك، أنه هل الانتخابات اللي فاتت أثبتت أول شيء أنه رجعنا إلى معناها سلطة المال. مثلا وقت اللي كان كل واحد يعمل اجتماع في تأسيس نداء تونس كان مهدد بالروابط وكذا، حتى حد ملا منصف السلامي ولا رضا شرف الدين وكذا كان يجرع يقول أنا من نداء. جت الزبدة الفم الشكوى. رضا شرف الدين ترشح ومنصف السلامي ترشح وذاك كمال الحمزاوي ترشح، معناها رجعنا إلى سلطة الفلوس. انتهازية هذه نو مش انتهازية، الحزب اللي افتح لهم المجال لهذا انه انت احتقرت كل الشباب اللي ثار وكل ناضل وكل مات وكل تجرح والتحبس، وتجيب مع الناس اللي اثروا بالنظام القديم وتجيب تحطهم في الواجهة. من ناحية هذه حكم الترويكا وحكم النداء سوف لن يختلف في شيء، معنى الجذور متاع انتفاضة أخرى لازالت موجودة، مازالت موجودة جذور معنا لراسين متاعها مازالت موجودة. اسمح لي في السؤال وبين قوسين ما نطولوش عليه، معناتها تصور أنه الشعب هذا الزوالي مازال عنده أمل أنه ينجم ينتفض مرة أخرى؟ ما عندوش اختيار. باش ينتفض من الجوع، باش ينتفض من شنو؟ انتفض أول شيء من الاحتقار، لأن أنت تصرفت وكأنما حد شيء ما صار. انت جبت انت ناس من سيدي بوزيد من القصرين من تاله من كذا، سبق تشاؤم كبير سي طاهر. لا انا نشوف فيها على ارض الواقع. انت وجودك كان مش هذا كان مش التضحيات نتاع الشباب سيدي بوزيد وتاله والقصرين وغيرها، مستحيل الباجي يحط ساقه في 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 قصر القرتال. واليوم تجيب لهم النواب من الناس اللي كانوا مع النظام السابق وتحطهم في الواجهة، من احتقار. احتقار، تعتبر الإنسان يقبل كل شيء إلا الإهانة والاحتقار. طيب خلنا نرجع للشخص الطاهر بن حسين صاحب قناة الحوار. فما مواطن مستمع فان يسمع مليح بوليتيكا يقول لي بربي يسألوا ستار بن حسين وقت اللي باع الحوار التونسي حقيقة بيعان الحوار التونسي، هل بعتها باش تمنع قناة التونسية من الإفلاس وتعاون السامي الفهري، وإلا كرها في سليم رياحي، وإلا تكره سليم رياحي؟ أنا نكره حد، أنا ما عنديش مشكلة. لا هو في الواقع يعني بعد قناة الحوار التونسي ولا بار فانجونس خلينا نقول، لا ما عنديش. وشو هو سليم رياحي حتى بس نعمل فانجونس بيش مانا شنو الفريخة وشنو مرقت، شكون يسمع بيه سليم الرياحي وشكون اللي عمل له قيم؟ سليم الرياحي اليوم الرجل الثاني ولا الثالث في الدولة. هذيك سنة شوية تو يرجع لحجم الحقيقي، سنة شوية. شو معناها؟ معناتها هو زو بعته وفي فنجان، معناها قدرة الفلوس عنده حدود. ما أنت نجم تشري ناس لكن بعدين قلبوا عليك لين يجي أكثر واحد يعطيهم أكثر يولوا يمشيوا معه. ولهذا ما هي سلطة حقيقية. عاد بالنسبة للأخ اللي يسأل السؤال هذا، أنا ما بعت قناة الحوار التونسي لأنه إمكانياتي المادية لا تسمح لي بالاستمرار. هذه قناة تكلف تقريبا 100,000 دينار في الشهر. أنا تحملت هذا العبء لمدة 3 سنين. هنا رجال الأعمال يخافوا من ظلهم،
تقول له اعطيني شويه اشهار يقول لك بلاي ستار اعمل لي فاتوره ندفع لك الفلوس نتاعها وما تعمل ليش اشهار خاف يجوني كنترول فيسكال وكذا وخاص وقت ترويك هكا اي هكا صراحه كنت تفكر من غير ما تعدي هي معنا مع الناس ما ناس طبقه اقتصاديه رجال اعمال عندهم الشرف وعندهم المبادئ وعندهم كذا فما واحد قال لي شهني فين ملي تحكم النهضة بناتي بعضهم البرا نقعد أنا نصور في معناش كده دي فرانسيس مثلا عنده كي يلتزم قضية بمبادئ أنا ما عنديش قدامها لا فلوس ولا مؤسسات ولا هم مبادئهم الفلوس هنا الطبقة الاقتصادية لزم دار فيرا متاعنا خلقوا في الذل معنا عطاو كار السلطنة البن علي والغيره طلعهم دونك ما طلعوش بكفاءاتهم وبشرفهم وبكرامتهم طلعوا بالذل ولهذا خاف من ظله هذا هو ولهذا كي وصلنا ثلاث سنين وباش نبدلك العقود نتاع الساتليت وكل بون قلت كي باش نبدل تو العقد بالساتليت ثلاث سنين اخرين تقريبا مليار ونص وين ماشي سي فلان وعندي صغيرات وعندي مانيش ثري انا انسان عندي امكانيات لكن متواضع ماهيش نتاع امكانيات معناها كي تدفع 100 نتاع باش تغرق معناتها في الاخر معناتها كان باش تكمل هكاك تنجم تغرق تنجم تغرق مليح نغرق مليح مي واحد انسان معناها في عمر هذين واللي مادي دايا من بعد باش نعيش في الاطار نفسه سي طاهر بن حسين يتقال عليك انك باعت رخصة قناة الحوار التونسي اللي عطتها لك لايكا بثلاثة مليارات قبل شوية معناتها قال في قناة تونسنا انه يرفض الزام باعثي القنوات التلفزية بالحصول على رخصة وانه باسم الحرية باش يعمل قناة جديدة هذا يا سي زياد الهاني حط ستاتيو بارامون في شهر جوان من غير رخصة كلام جميل يا عم الطاهر اما باش تكون عنده مصداقية تأكد به أنك إنسان مبدئي عندك مواقف يلزمك ترجع الفلوس اللي خذيتهم وترجع الرخصة لهيك بما أنك لا تعترف بالرخصة من أصله لا, لا أول شيء الرخصة مصطلح الرخصة غير موجود فماش رخص فماش رخص فما ما يسميه بالاتفاقية مع لهيك فماش رخصة أنت شكونك أنت تعمل رخصة ثاني شيء أنا ما بعتش الرخصة بثلاث ملايين دينار بعت المعدات والتجهيزات والذبذبات والتنظيم الإداري التنظيم الإداري والاتصالات الكل مش الرخصة بثلاثة وبعت المشاهدين أيضا لأن هذا فوندي كوميرس بعت تقريبا نص مليون مشاهد بعتهم الكل بعتهم الكل بعتهم الكل ولهذا ما بعتش رخصة وفي المرسوم 116 ما فماش مصطلح الرخصة مش رخصة مانيش انت مش معتمد تعطيني رخصة باش نحل براكة هذا احنا عملنا ثورة واقرينا بانه المبدأ هو حرية التعبير معنا كل حد وانت كهيئة تعديلية وظيفتك مش تعطي رخصة وظيفتك انه تجيب الناس تجيب وتوقع معهم اتفاقية حسب كراس شروط حسب كراس شروط طيب معناها شو معناها باش توقع معايا اتفاقية معناها ما عندكش حق تقولي لا ما عندكش حق تقولي لا إذا كان ما تخضعش إلى كراسة الشروط انت وما توفرش كل انت اللي موجود سامحني أنت وظيفتك كهيئة تعديلية إيش تعمل أنت تنصح وتقولوا يا فلان تحب تستجيب لكراسة الشروط تفضل هذه رأي مش موافق نعاونك عليها باش تجي تكون موافق سي كوم سا كيفي لو سي اس تعرف السي اس نتاع الفرنسيس عندهم ثلاثة حالات نتاع اتفاقيات وسحب اتفاقيات ايضا اي اتفاقيات ما عندهمش رخصة رخصة ما فهمهاش شي المصطلح ممكن متعارف عليه صديقي زياد الهاني يقول له مصطلح الرخصة ما فهمهاش مش معتمد يعني رخصة انت برك فهمهاش هذه حرية التعبير هو المبدأ حرية الإعلام هي المبدأ ودور الهيئة التعديلية أنه تساعدك على الاستيفاء كراس الشروط أما مش حك راسك زاد حل قناة نعم مش حك راسك عمل قناة من غير استشارة حتى حد هذه بلادي عندك كراس الشروط سمحني يا أستاذ تو أنت فما قانون ينظم القطاع القانون شكون حطه القانون شكون حطه حطوه ناس اي حطوه ناس شكون قال لك الناس هذوك معصومين اي طيب باه نقعد وكل حد يعمل اللي يحب لا مو باش يعمل هو باش يعمل مش يعمل اللي يحب هو باش يعمل منبر اعلامي هذا حقه المبدا حريه الاعلام هذا حقه
صحيح. تقول لي فلوسه معناها مشبوه. عندنا قوانين في تونس تكافح تبييض الأموال. تقول لي يحرض على العنف وعلى الإرهاب وكذا على النيابة العمومية تحطهم في الحبس. مش جي تقول لي أنت تعطيك رخصة باش تفتح منبر إعلامي في بلادك، شو معنى هذا؟ ولمدة زمنية معينة تتراجع عن بعد. قدك نرجع لحكاية السياسة. عندهم ثلاثة حالات. عندهم أكل الاتفاقيات اللي وقت اللي أن نعطيك حاجة نعمل معك اتفاقية، مثلا نعطيك حزمة متاع الترددات متاع الارديان ولا نعطيك تي ان تي، أنا باش نعطيك حاجة نوك باش نعطيك باش نفرض عليك التزام. أما أنت اليوم كهايكا شعطيت عطيتني ترددات، عطيتني كذا، عطيتني سي زهير تحب تعمل تحب تعمل تلفزة. يقول لك يا سي زهير أنت حسب إمكانيات نتاعك راهو تلفزة تجارية ما تجيش، خذ جمعياتية ولا جهوية يعاونوك. لو رول ماهوش قمعي تقريري، هي مساعدة، مساعدة المساعدة على تكريس الإعلام الحر. ماهوش نقولوا نعطيك رخصة، شكون يقول دعم ميتين رخصة؟ من منطلق هذا أنت أصريت على رفضك إغلاق مثلا قناة الزيتونة ولا غيرها من القنوات المفروض عليها بالقانون بتبع. اليوم تغلق؟ بتبع وش بتغلق؟ كيفاش تغلق؟ كيفاش إنسان بعد ثورة تخلق مؤسسة إعلامية مهما كانت؟ كيفاش يعقل؟ كيفاش يعقل؟ وبعدين تعرف فما توجه رهيب مخيف جدا، اللي هو اللي هو كيجي يتجرأ رئيس متاع لايكا ويمنع بث برنامج قبل موعده، أخطر ما صار في تونس من بعد الثورة. معنا ورجعنا السنسرة المسبقة، شكون كل دعم تحت السكة بتمنع؟ والمصيبة الكبرى أنه القاع عباد استجابوا لدعواته، سينوف الورتاني ولا شكون متاع متاع الحوار التونسي برنامج لاباس استجابوا لذلك ولم يبثوا الحوار. هذه أكبر خيانة لحرية التعبير في تونس من طرف قناة حوار تونسي، وأكبر تعدي على الحرية من قبل رئيس الهيكا. شو معناه سي زهير؟ أنت مثلا اليوم يقول لك تحب ترخيص، ترخيص مش موجود في القانون التونسي. سمعني أنت توا في الجرائد فما ترخيص؟ فما ترخيص؟ لا هي الجرائد ما تتبعش لايكا من أصله معناتها. نعم ما تتبعش لايكا من أصله، ما هي منبر إعلامي ولا أنت اليوم مش عامل جريدة يومية في سوسة ولا في صفاقس ولا في ولا في تونس الكل. تحتاج لماذا تحتاج؟ إلى تصريح. إين ديكلاراسيون جي عملتها عملتها أنا، جبت طريقة في نسختين مشيت بها للنارش ظهر لي العلاقة بالمواطن متاع الداخلية، قلت بلاي أعطيني واحدة خذها أنت واحدة طبع لي فيها أنه أعلمتك بأنه مش أعمل مجلة مجل. قالت فضل مكهو. هذا هو القانون التونسي شو يقول؟ يعترى معناها الجريدة منبر إعلامي والتلفزة حنوت حماس، شو الفرق بين ندم الاثنين منابر إعلامية؟ وبعدين حاجة أخرى، أنت كيف تجي تقول لي في بلادك اليوم منبر إعلامي كما التلفزة والإذاعة يتطلب ترخيص، ترخيص وأنا عندي الحق نقول لك إيه ولا شو معناه؟ معناه أنت كتونسي تمشي البلاد ديمقراطية كما سويسرا أو السويد تقول لهم نحب إن ليسانس ديفيزيون ساتيليتير، وأنا نحب يسموها هذيك الإجازة البث بالأقمار الصناعية، يقول لك بيه أعمل شركة صغيرة هوني أحط لي عنوان هوني في السويد ولا في سويسرا وأتفضل هاي الرخصة نتاعك. معناه أنا نلقى حظي كمواطن تونس نلقى حظي في سويسرا وفي السويد نلقاهوش في بلادي؟ وبعدين شكون اللي يخول لك أنت؟ شكون القانون لا يخول لك تقول لي تعطيني ترخيص؟ ما فماش، أقرأ الأرتيكل المرسوم 116 ما فيهوش مبدأ الترخيص واضح. طيب خلنا نسمعوا رأي الناس اللي سجلوه على 29100 فيما يخص برنامج بوليتيكا، نقدهم وملاحظاتهم، وإحنا راجعين نكملوا معك. سي طاهر بن حسين مرحبا بك. مازال تقريبا أقل من 5 دقائق في عمر البرنامج مع سي طاهر بن حسين. اللي فان متاعك سي طاهر وسيد المستمعين متاعك بعتهم
طالبينك في حقهم معناتها بعثوا برشا قالوا لي عادي خلصنا كي باعنا هو معناتها والله والله فما ناس بعثوا لك قال لك لازمك تخلصنا مادامك بعتنا خلصكم اون ناتور كيما يقولوا باش نعمل لكم قناه اخرى استمرش لي حكيت القناه معناتها انت تبيع قناه باش تعمل قناه اخرى لا باش نعملها بطريقه غير طريقه معناها الطريقه النضاليه ما عادش تعتمد على الببليسيتي خاطر عايش منها الببليسيتي علاش انت بالذات ما تجيكش ببليسيتي خاطر الناس يخافوا يخافوا من شكون هاكم هاكم تاع الحكم عاد انت تو هاكم وليتوا تحكموا في البلاد لكن حتى داخل الحكم انت حليت عركه حتى مع رئيس الجمهوريه اخي اي حتى داخل الحكم ما يحبوش انسان صريح ما يحبوش يقول لك سكر فمك وهو هنايك معنا ولا ولا ولهذا معناها فما جزء كبير من النداء اللي يقول لك خلينا نعزلوه طاهر بن حسين لانه سيت ان امبيشور دو تورني اون رون فما اراده لعزلك من نداء تونس يقول لك هذا الراجل ما عندوش حشم مش يحشم يقول كلمته صحيحه يقولها يقولها يقول لك واحنا نضروا فيها عاد قلت لك وانت علاش ما تمشيش بالمثل اللي يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما لا انا انا اخواني هو الشعب الكل اخويا مش فقط النداء تلقى واحد خارج النداء اقرب لي من واحد ندائي عاد قلت لك بالنسبه للقناه الجزيره بتصير على اسس اكثر معناها مثل ما في معزل عن الشبكة التجارية مش طالبين ببليسيتي مش نعملوا ميزانية متواضعة نشركوا فيها بعض الجمعيات أو النقابات أو كذا ونخدموا مغير مغير الاعتماد على أنا أفهم بيردو كيما يقولوا ونوصل صوتك الناس اللي توك يعرضوني في الشارع ستار ما عاد حتى حد يتكلم علينا إذا شوف تويك بالله القنوات الموجودة فماش حد توقع يتو يتكلم عن النضالات الشعبية على الفقر على معناها المناطق المهمشة ما عادش ملي قبل كي كانت الحوار التونسي معناها ماشي في الاتجاه هذا حتى القناة الوطنية تخدم على الجهات المهمشة وعلى الحالات الاجتماعية وكذا كيف مشينا كمشينا احنا ولا رجعوا طويقة تشوف القنوات التلفزيونية التونسية تقول لك تقول احنا مثلا في شباب في معناها في جنة وفيها بقرة وعاد لا فقر ولا ظلم ولا حد شيء تبدلت المشاهد يعني العباد افتقدوا هذا معناها هذا التوجه في الإعلام ويقولوا لي حرمتنا من منبر حرمتنا من رفع صوتنا إلى العالم فمسؤولية أن الإنسان حرام ما يستجيب لهاش دونك وقتاش على قريب نشوفه مثلا شنو باش تسميها المرة هذه والله المرة هذه ما نعرفش شو نسميوها جن استمتوا توا مثلا نسمع اللونتين خلي يكون عندنا سكوب اسم قناة الجديدة للطاهر بن حسين ما التو ما فكرناش في الاسم لكن زواولة مثلا والله فكرة هايلة خلصني لا 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 من نفس خلي تعرف ليش على خاطر ديجا خذيت نوم دو دومين في الانترنت زواولة تي في هكا هو شو سبحان الله القلب على القلب حسيت بيه بيه فما شكون قال لك الطاهر بن حسين افكارك ياسر يساريه ولست بالليبرالي اذا انضم للجبهه الشعبيه وكن لك شرف المعارضه لا بالعكس يعني ماهيش حكايه انا مرات كي نشوف تصرفات نتاع ما يسمى باليسار التونسي مرات نحشم نقول انا يساري انا شبيه اليسار التونسي ما تصرفات مرات صبيانيه الافكار ماهيش يساريه افكاري هي معناها ما يقال تقدميه واجتماعيه اجتماعيه سورتو سوسيال على خاطر ما تنجم تعمل حتى شيء متى رجل اعمال واجتماعي شيء ما يركبش على بعضه علي. أنا مش رجل أعمال أنا إنسان صاحب مؤسسة ما يخدم في العباد وأنا تقريبا عندي مؤسسة لبس عليك عندك فليسات رجل أعمال مش متاع أنا تخدم في الناس وعندي شركة عندها 35 سنة في أوروبا صار عندي حتى نهار ضراب ولا حتى نهار مطالبة كمناظر سياسي عندك طموح سياسي في منصب مثلا في مسؤولية والله شوف مثلا توا الانتخابات البلديه نتاع تونس العاصمه قاعد نفكر فيها بشكل جدي تعرف علاش لانه العمل البلدي كيما غسلان الماعن كي تغسل الماعون
تشوف توت سويت النتيجه. النتيجه ما تقعدش تستنى 10 سنين مخطط الرباعي ولا الخماسي كذا، توت سويت تشوف صحن ولا نظيف. كان خدمت ما خدمتش. فالعمل البلدي قلت لك كيما غسلان المعن، توت سويت تشوف النتيجه. فقلت علاش لا، عندي بعض الافكار. فما يمكن انت كانك ترشح روحك رئيس بلديه تونس، رئيس بلديه تونس، شيخ المدينه معناتها، شيخ المدينه سما باتريمان لك. الشيخ طاهر بن حسين. لا مو ايش اسمه، تعرف كي عملنا ذيك ليله القدر. ايه عاد وحضروا ليله القدر، عملناها في شو اسمه في باردو تحت شعار اللهم ارفع الغمه على هذه الامه. ايه عاد من غدو ولا في جريده الفجر صفحتين ثلاثه، شو الامام الامام الشيوعي والحكايه كما هكا معناها طاهر بن حسين. اه طاهر بن حسين شيء ما يركبش. اي ما خاطر طاهر بن حسين وليله القدر شيء ما يركبش. وعملناه ونجحت نجاح كبير. جاوا فيها اكثر من 60,000 مواطن معناها، ويجي 20 المشايخ اللي هم كانوا تقريبا اكثر يسارية من اليساريين المشايخ نتاع الزيتون. وفي وقت البرنامج نجمش ما نخدمش معاك اخر قاعده عملتها مع البيجي قايد سبسي وقتاش؟ ولا في جوان اللي فات. من وقتها ما قابلتوش علاش؟ ما قابلتوش خاطر ما فماش ما باركتلوش بالمنصب، ما فماش فائده انه ما باركتلوش انه ولا رئيس الجمهوريه، مشيتلوش للاقصر. انا صوتت له ودعوته الى التصويت له اكثر من المباركه. ايه ها وكهو وانتهى. وانتهى ما افضل تصوت له وتدعو الى التصويت له او تبارك له قل مبروك عليك. ما همش ما جاتوش في انفلوب سيربريز، عملنا على انجاحه واضح. شكرا لك سي طاهر بن حسين، شكرا على قبولك الدعوه. اكيد طبعا نستقبلوك وانت مرشح للبلديه، والا زاد نستقبلوك وقت اللي على قريب تحلل قناه جديده زويا ولا تي في هكا. والله الفكره راودتني بدلالتي انه فتحت نون دومين اسمه زويا تي في. اسمع كلمه راودتني اختنا منها، خلينا نختموا نسكروا البرنامج سايب علينا. سي طاهر بن حسين شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه، نتقابلوا غدوه في حلقه جديده ان شاء الله. يكون ضيفنا محمد بن سالم وزير الفلاحه السابق في حركه النهضه القيادي من حركه النهضه. يظل فما برشا خنار قاعد يصير داخل الحركه ايضا وانشقاقات، تنفهموا عليش غدوه سي محمد بن سالم يكون ضيفنا. بالتاكيد بيصير لهم كيما حزب الرفاه نتاع تركيا، باش ينقسموا على اثنين، قسم مدني كيما الزيتون، وزيتون ولا انسان معناها راجل لطفي، راجل محافظ اجتماعي كما يقول هو عن نفسه، وباش يبقى مجموعه اخرى اللي هي مجموعه فريمون الاخوان والشقه سينكشفون تقول انت. لا لا معناها فيهم الخير، فما ناس باش ينشقوا على النهضه وباش يكونوا جزء من الساحه السياسيه المحافظه والاجتماعيه اللي ممكن تخدم معاها بدون اي مشكله. واضح. الحمائم والصقور بالك شي توا الزمان يفضح ويوري حقيقه المشهد السياسي كيفاش ينجم يكون غدوه. شكرا لك سي طاهر بن حسين. اخر اخبار الرياضه مع زميلنا انيس، تقابلوا غدوه، شيء طيبه، الى اللقاء. جوهره FM، جوهره FM، الدنيا وما فيها.